عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت معكم في الجزء الثاني ديال غنهضروا على أسوأ 10 أطعمة لمرض السكر اللي ما خصوش ياكلها. تنشكركم كاملين، شكرا للدعم ديالكم ليا، وشكرا وتعتذر على عدم يعني وضوح الإضاءة لأن ما كاينش عندنا الضوء وما تيجيش عندنا بزاف عييت نتسنى. نخليكم مع الفيديو. تشكر كل واحد تيدعمني، شكرا لكم كاملين، شكرا اللي وقف معايا، تشكركم. وما تنساوش خوتي لايك واشتراك وشاركوا معايا في القناه ودعموني وديروا لي لايك للفيديو. نخليكم مع الشرح ديال الفيديو، غادي نشرح لكم كذلك بالصور، وشكرا لكم. نخليكم مع الفيديو، نتمنى يعجبكم، نتمنى تبارطاجيو قناتي مع الاهل والاصدقاء. فضلا وليس امرا، خليكم مع الشرح ديال الفيديو.